أهلا بكم. لا رئاسة، لا انتخابات نيابية، لا سلسلة، لا قانون انتخابات، لا تحديد مسؤوليات فيما حصل في عرسال، بل تمديد المجلس النيابي. لا يجتمع المجلس إلا للتمديد لنفسه. لا مياومون ولا معلمون ولا سلسلة ولا عسكريون مخطوفون ولا شهداء ولا دماء تهمهم. المهم الاستمرارية، استمراريتهم هم لا الدولة، ولا حول ولا دولة في لبنان. أهلا بكم في حوار اليوم، وأهلا بالدكتور شارل جزرة، عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر. أهلا فيك دكتور جزرة. أهلا فيك سي جورج. من وحي اللي سمعته وعم بتشوفه من وقت ما صار حصلت أحداث عرسال، أو بالأحرى غزوة عرسال، الإرهابيين من نيام الجاهلية أو البرابرة الجدد هو اللي عندهم غزوات مش حروب، هلأ شو من وقت ما صارت غزوة عرسال لهلأ كيف عم تشوف المشهد؟ لك مشهد عرسال في عدة نقاط واحد بيقدر يحكي فيها. أول نقطة العلاقة بما حذرنا منه، مش أنا شخصيا بس التيار الوطني الحر وبنوع خاص الوزير جبران باسيل، من أكثر من سنتين وقت بلش النزوح السوري، أنه يا جماعة هالنزوح السوري ممكن يشكل خطر أو مشكلة، واتهمنا نهارا أنه نحن جماعة عنصريين. هذا الموضوع نحن كنا مستبقين وعارفين عنا رؤية أنه ممكن يشكل مشكلة، بالفواقع شكل مشكلة. كان وقت هجوم علينا أنه لا، هالهجوم هل هو كانوا عارفين الناس انه بدهم يستغلوا هالناس النازحين تيوصل اللي عملوه لهون اليوم؟ هذا سؤال كمان لازم حدا يرد لنا عليه. تاني موضوع له علاقه بعرسال، اقل له يلي عم نحكي فيه اليوم، انه انا بيعجبوني بعض الزملاء اطباء، يعني الدكتور فارس سعيد حكيم القلب، الدكتور احمد فتفت، اللي بيحكوا لك بدولة القانون وما بدنا دويلات، وبينتقدوا حزب الله والدويلة تبعه وبدون دولة قانون. هل دولة القانون تعني انه واحد مطلوب بالقضاء بيقدر يوصل يمرق كل الحواجز الجيش والدرك، يوصل يجتمع برئيس سابق مجلس الوزراء بنايب وبيفوت كما شيئا لم يكن؟ السؤال الثاني، هل دولة القانون هي انه رئيس وزارة بيحمل بسيارته شخص كان موقف وطلع بسند يعني الموضوع ما بده بقى حدا يضحك علينا، ونتمنى ما حدا يضحك علينا، وقنعنا انه هو بالفعل بده دولة القانون. دولة القانون ما فيها تكون بمكيالين. هل الموضوع هو له علاقة بالناس اللي هن مرتبطين بخارج تيوصلوا لإحكام على السلطة ويوصلوا لنتيجة؟ ثالث موضوع بما يخص عرسال، هون السؤال الكبير عم يسألون الناس، هل في تقصير من الجيش أو في قلة معدات أو قلة إمكانيات أو مفاجأة؟ إذا كان مفاجأة وقادر الجيش يعمل شيء هذا خطأ، لأنه الجيش معه خبر أنه عرسال من زمان وجاي هي عم تشكل مشكلة، ونحن كأطباء قال بنحب نحكي بالوقاية والبريفنسيون، كان مفروض يكون في وقاية معينة، ولكن تبين انه في داخل منطقه عرسال وحول عرسال جغرافيا وسياسيا مجموعه ناس ما بدهم ابدا انه الجيش يتحرك لهنيك، لانه عارفين انه بيوصل لهالمنطقه لهالمرحله هيدي. اذا كان مش تقصير من الجيش، فاذا في نظام سياسي، في سياسيين هن مسؤولين عن الجيش. انا هون بدي اطرح سؤال طرح على أحد التلفزيونات الفرنسوية وقت كانوا عم يحكوا بموضوع التهجير المسيحي بالشرق، تروح سؤال، هل الجيش هو اللي بيحمي الوطن، أو هو الجيش هو اللي لازم يأمن كل استقرار؟ كان الجواب أنه الجيش هو بينفذ تعليمات وأوامر وسياسة السلطة السياسية. نعم، ولكن عم يحكوا هذا الجماعة بفرنسا، يعني بفرنسا سياسة فرنسا الخارجية هي ذاتها، يعني إذا الجيش بده ينفذ سياسة سلطة، السلطة أقله بما يخص الموضوع الخارجي متفقة، بينما نحن بما يخص السياسة الخارجية تبع لبنان ما في اتفاق، بين رغم وجودهم بفرض الحكومة ما في اتفاق على الرؤية السياسة الخارجية، بمعنى أنه ناس بعدهم يعتبروا أنه نظام بشار أسد هو نظام ظالم ونحن لازم نحكي معه، وناس بيعتبروا بالعكس انه هذا النظام نحن لازم نتعامل معه كدولة. فاذا ما في تفاوت بين
السياسيين بين المجموعات السياسية بلبنان على وجهة نظر موحدة ما يخص السياسة الخارجية. من هون الجيش بلبنان عنده إشكالية إنه لما يكون الموضوع له علاقة بالسياسة الداخلية ما في يكون طرف مع فلان فلان، ولكن اللي بيكون في اعتداء على دولة، اعتداء مباشر على الجيش، الجيش مش لازم ينطر السلطة السياسية تتقله وتغطيه ومشان تقل. أنا ضد كل هذا اللي عم ينقال بدنا نغطي الجيش. الجيش مش لازم يكون بده غطى، لم بده يقوم بواجبه بالدفاع عن نفسه أقله والدفاع عن الوطن. كما لو تقول لي أنا حكيم إذا عملت لك تمييل وفتحت لك الشريان تعمل لي يا لطيف دقايق، ما هيدي وجبتي إنه أنا استقبلك، وجبتي روح لعندك بالليل، وجبتي أعمل لك تمييل، وجبتي صححك. بس مش معناتها نحن عم نقلل. نحن ردة الفعل يلي انعملت من قبل الناس دعما للجيش نابعة من شعور دايما انه في ناس ما بدهم جيش لبناني بلبنان تقدر يعملوا هن اللي بدهم اياه تيرجعوا لزمن ميليشيات او تنفذوا مقارب دول خارجيه. واللي عينحكى بما يخص عرسال هي انه عرسال هي طريق تتوصل الدوله السنيه اللي ممكن تكون عم تتالف بين العراق وسوريا يكون لها منفذ ولاية لبنان، ولاية اللي بدك اياه هي بسميها ولاية لبنان تتنفذ، يكون لها طريق تكفي صوب البحر. ويمكن هون القائد الجيش نبه انه نحن اخرنا او وقفنا المشروع اللي كان يرمي الى تطور وجود الداعش صوب عقار وصوب طرابلس وصوب البحر. هل هالشي انتهى؟ ما بعرف. ننتقل للأستاذ للنائب حنا غريب بكلمته امام في اثناء تظاهرة في رياض الصلح لهيئة التنسيق النقابي. تحية صادقة من هيئة التنسيق النقابية إلى كل الزملاء، إلى كل الزميلات اللي لبوا نداءها وإجوا اليوم على هذا الاعتصام لينتصروا لقرارها ولموقفها وللدفاع عن الحقوق. القضية كانت واليوم وحتبقى هي قضية الحقوق، ومثل ما هي 75% من 121%. حنضلنا فيها للآخر، حنضلنا متمسكين فيها للنهاية مثل ما انعطت القطاعات كلها سوا لازم ينعطوا الإداريين والأساتذة والمعلمين والجيش اللبناني اللي منحييه من عرسان للجنوب للجبل وللبقاع ولبيروت. تحية للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللي عم تحمي هالبلد وسيادته الوطنية. تحية للشهداء. ونحن صحيح الجيش اللبناني ما نطر السلسلة ليطلع على عرسال، مظبوط، بس نحن كمان ما نطرناه للجيش اللبناني لندافع عنه، مش بس بعرسال وبالسلسلة ومن 3 سنين. ونحن وهي حقوق الموظفين بالدولة اللبنانية. نحن إذا كان بعض العناصر الأمنية اللي ارتكبوا امبارح إساءة واعتداء على نائب المعلمين استاذ نعمي محفوظ، قادتنا النقابيين اللي نحنا وياهن على هالمسيرة، منقول له لنعمي وحياة الدموع اللي نزلت من عيونك، والله 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 ما منقبل إلا ما يتعاقب هذا اللي تجاوز حدوده وارتكب هذه الإساءة.
بيتعلموا بزودي. وللزملاء كمان بعض النائبيين من غادة الزعتري لبهية بعلبكي لمحمد قاسم والبعض اللي تدفشوا من هون ومن هونيك ومحمود أيوب وغيرهم، هذا شيء ما بيجوز، ونحن باقيين على هالموقف ومستمرين على تحرك سلمي وحضاري، وبامتياز هيك كان وهيك حيبقى. أما بالنسبة للقضية، نحن منقول وعلى المكشوف، لأنه ثبتت هيئة التنسيق النقابية إن هي حركة ديمقراطية مستقلة، بدن راسها، بدن يضربوها، وبدن يقسموها، وبدن يفتتوها، لكن من هون منقول لهم الموقف هو هو. خشيتم، خشيتم. الهيئة وحدة وحتبقى وحدة حتى النهاية، وبتتحملوا مسؤولية أي قرار بتاخدوه بحق الهيئة. ما خليتوا شيء إلا ما عملتوا. أول شيء ما بدكم تعطوا السلسلة لتفشلوا هيئة التنسيق النقابي. تاني شيء إذا بدكم تعطوا لهالقطاع شيء نسبة وللقطاع التاني نسبة تانية، لحتى تضربوا القطاعات ببعضها وتفتتوها وتقسموها وما تعود تقوم قيامة لهيئة التنسيق النقابية، وهذا المشروع اللي مطروح. ثلاثة، بأحسن الأحوال المشروع المطروح من قبل اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان، بتعرفوا قديش بيعطيكم؟ تعرفوا قديش بيعطيكم يا معلمين؟ 13% مقسطة على 3 سنين، يعني 4%، يعني 4%. نحن هذا الموقف، هذا القهر، هذا التوجه، هذا مش من قيمتنا، هذا من قيمة اللي حط هالسلسلة واللي حط هالنسبة وبده يتحمل مسؤوليتها، وهيك سلسلة نحن مرفوضة ومية بالمية، وما منقبل إلا نسبة 75% من أصل 121%. وبدهم كمان مش بس يعطوا 4%، بدهم يفرضوا عليك 1% تفاقة لتقوم الناس ضدك. ونحن التفاقة والكهرباء اللي بدهم يعلوها كمان، أساساً الكهرباء مش عم تيجي، دخلكم عشو بدهم يعلو كمان الرسوم؟ ما الواحد منا بيدفع قسط وقسطين وثلاثة على الكهرباء، وبدهم يدفعوا الناس زيادة رسوم على الكهرباء ليحموا حيتان المال، كما يدفعوهن، كما يدفعوهن الضرائب وليحموا الفساد والسرقة والنهب والسرقات والسفاهات. ها هي سياساتهم، هي وما انحازوا وما رح يتراجعوا، مشان هيك مصرين يضربوا هيئة التنسيق النقابية. مش بس فشلوا، لأنه قاومناهم، اجوا على موضوع الافادات. موضوع الافادات كمان، اذا 1% تبقى بتقوم الناس علينا، الافادات بركي منقلب هالطلاب عليهم والاهالي. موقف هيئه التنسيق النقابيه من ملف الشهاده اللبنانيه قالته وبعدها متمسكه فيه، وامبارح ثبتته بالاتفاق مع معالي وزير التربيه انه نحن بدنا الشهادة اللبنانية، وطلبنا واتفقنا معه ما بيعمل إفادات، وهذه شغلة مهمة كتير بهذا الموضوع،
بنفس الوقت نحن متمسكين بحقنا وحنتابع تحركنا من أجل القضية اللي بتبقى هي هي. ضووا على القضية، جينا على هالاعتصام لنقول هون المشكلة مش مشكلة الشهيدة وفادة، هي مشكلة حقوقنا بالسلسلة اللي عمرها 18 سنة واللي هي 75% من 121%. تحية للطلاب، تحية للأهالي، نحن ويكن سوا. ومثل ما بتعرفوا هي التنسيق النابية ما رح تتراجع، وهي بدها اثنين سوا، بدها الحقوق وبدها الشهادة، وهي ما بتقبل بالإفادة. وللقوى السياسية، للقوى السياسية منقول لهم نحن مكوناتنا كلها منكن، لكن الأغلبية من الشعب اللبناني ومن القطاعات هي مش مسيسة كمان ومش منتمية لأحزاب. نحن بدنا من القوى السياسية كلها سوا من دون استثناء، من دون استثناء كلها سوا، إنه تستجيب لموقف هيئة التنسيق النقابية وتطالبها بدعم موقفها والمشاركة الفعلية. عم بقول المشاركة الفعلية بكل التحركات، مش بس بالموقف على الورق، بس بترجمة هذا الموقف على الورق بمزيد من الحشد، بمزيد من الدعم، بالضغط من أجل النواب، كل النواب خاصة اللي مش عم ينزلوا، كل النواب خاصة اللي مش عم ينزلوا، من أجل فتح مجلس النواب، من أجل فتح أبواب مجلس النواب، من أجل فتح مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار التشريع وإقرار السلسلة وإقرار الحقوق وإنهاء حال الشلل بالبلد. بيكفي بقى، بيكفي بقى، بيكفي بقى. نحن من جل ومنحترم كل مين حمل قرار النقابة المستقل من المكاتب التربوية. نحن نجل ونقدر مواقف هذه الكتل ومواقف هذه المكاتب. تحية لكم، تحية للنقابيين الموجودين بهيئة التنسيق النقابية، الموجودين بهيئة التنسيق النقابية، لأنه أخذوا بصدورهم هيئة التنسيق النقابية ودافعوا عنها وحموها وصانوها وقاتلوا على جبهتين بالداخل وبالخارج فحملوا هذه القضية، وهن معروفين وبالأسماء. نشكرهم باسمكم كلهم، باسمكم كلكم، لأنه حموا القرار وقالوا لهم القرار النقابي الديمقراطي المستقل النابع من الجمعيات العمومية والنابع من المجالس المندوبين خط أحمر ما منقبل يتغير، ما منقبل حدا يتعدى عليه، هو السقف، هو المظلة، وهو القيادة. فتحية لإلكن، وكل الناس بتعرف مين اشتغل ومين بدل ومين غير والقصة صارت مكشوفة. تحية لمن حمى هذا القرار علناً، وفي مين اشتغلوا بالسر لكن معروفين، وبيجي وقت نحكي عنهم ونقول هؤلاء لهم فضل على هيئة التنسيق النقابي. أما فيما يتعلق بالوضع الراهن، لم يعد كافيا، وانا اصارحكم، لم يعد كافيا القرار النقابي الموحد لهيئه التنسيق النقابيه في انجاح التحرك. هو ضروري لكنه لم يعد كافيا أمام شدة الهجمة على هيئة التنسيق النقابي. مش كل مرة فينا نحمي الجرة. وللتاريخ أنا بدي أقول لكم، نحن مش بس بحاجة للقرار النقابي الموحد
نحن بحاجة للقيادة الموحدة بالهيئة التنسيق النقابية، نحن بحاجة لقيادة نقابية، أن تتحول الروابط إلى نقابات، وأن تتحول هيئة التنسيق النقابية إلى اتحاد عام لنقابات الموظفين والمعلمين والأساتذة والمتعاقدين في الدولة اللبنانية من أجل حماية القرار الموحد. مش مضطرين أنتم تنعوا بالشمس لتسمعوا خمس كلمات. واحد وحده بيحكي، واحد وحده لازم يحكي، ومين ما كان يكون، وهذا اللي عم طالب فيه، وهذا اللي لازم يصير، ومش بقى لازم يتأخر للمزيد من الوحدة، للمزيد من الوحدة. لما بتشتد الهجمة لازم الكتلة تكون مرصوصة، لازم الكتلة تكون مرصوصة حتى تقدر تحميها الحقوق. وهوني هذا شرط ضروري. والشرط الثاني، نحن مستمرين بالسير على خطين، خط التواصل مع المسؤولين، وهوني بدي لكم الموقف، لن نتراجع، لن نتراجع عن التحرك وعن مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح ما لم يتم إقرار السلسلة في المجلس النيابي وإقرار الحقوق. أهو الموقف، ما في خيار. بعد ثلاث سنين صوتت مجالس المندوبين وقالت عشو بدنا نتراجع طالما ما صار شيء. وأنا برجع بأكد وباسمن وبقلكن، إذا ما صار شيء نحن ما لحا نتراجع على الموقف، مع استمرار التحرك ومع استمرار المقاطعة. لكن نحن بنفس الوقت منفتحين على الاتصالات مع المسؤولين. في اتصالات عم بيعملها معالي وزير التربية، في اتصالات هيئة التنسيق النقابية كمان عم تجريها حتى نوصل للهدف. التحركات والاتصالات ضرورية حتى نوصل ونجيب الحقوق ونقلكن إياها. هذه هي حقوقكن، ها هي قضيتكن، هالقد نحن اشتغلنا وهيك نحن بدنا نجيب هالحقوق. وتفضلوا قدامها وعلى ضوءها، وعلى ضوءها بتجتمع الهيئات وبتقر قصة موضوع المقاطعة بالتصحيح. وللأهالي منقلن طولوا بالكن شوي، خلينا نضغط نحن وياكم سوا مع الطلاب من أجل إقرار هالحقوق وبأسرع وقت ممكن. تحية لإلكن، تحية لإلكن من قيادة هيئة التنسيق النقابية اللي جيتوا بآب بشهر آب، وقلنا نحن آن الأوان، آن الأوان إنه يعترفوا فيكن مش بس أصحاب مطالب، أنتوا أصحاب القضية وأنتوا الأداة وأنتوا أنتوا الحريات النقابية بلبنان. ويعطيكم ألف عافية وشكرا. استمعنا إلى النائب حنا غريب. دكتور جزرة، ملاحظ في شغلتين أو بالأحرى عدة شغلات، لكن أنا لفتني شغلتين. الشغلة الأولى طالب بتحويل هيئة التنسيق النقابية إلى اتحاد عام لنقابات الموظفين والمعلمين وقطاعات الدولة. هذا يعني نعى الاتحاد العمالي العام، بيعتبر الاتحاد العمالي العام غير كفو وغير قادر وغير جدير بتحمل المسؤولية. هيئة التنسيق هي بدها تستلم محله، هيك طلب. شغلة الثانية، لن نتراجع عن مقاطعة التصحيح والتحرك. هذا يعني إفادة تيار الوطني الحر مع هيئة التنسيق ولا لا؟ لك أنا سابت أنه امبارح كنت عم بسمع شوي على اللي عم بيقوله الوزير ليس أبو صعب بما يخص الله. بدي بس ذكر أنا أن اليوم اللي من بدي يكون فيه خصومة، بدأت خصومة بين اثنين أحد منهم لازم يتضرر. اليوم الخصومة بين هيئة التنسيق والدولة عم يدفع حقها شخص ثالث، مش خصومة، طرف ثالث. في مطالب، أوكي. هي هالمطالب هي خصومة اليوم يعني. لأنه هودي بيقول ما أنا معي حق، أقول ما معك حق، بغض النظر كأنه هيئة التنسيق معها حق ولا معها حق. لأنه في اقتصاديين بيقولوا أنه كمان هالشيء هيدا ممكن يوصل لمشاكل اقتصادية بلبنان، مع أكيد محبتي لكل الناس وتمنياتي لكل الناس يقضي حقوقها وتعيش مرتاحة بهالبلد.
مع اللي عم بيقولوا انه في حيتين للمال، في الاماكن البحريه، في عده ما ولكن او في شغلتين. اول شيء مش عم بيقوصوا محل ما لازم يقوصوا، يعني اللي هو عم يمنع اقرار السلسله هو فريق معين لازم يحكوا عنه، لازم يحكوا معه، ولا نهار جيبوا سيرته. عم بتقوص على وزير التربية اللي هو قلت له انا بريح، انت عم تاخذ هالشيء بصدرك، انت مش مسؤول، لا انت وزير مال ولا انت وزير عمل تتكون انت مسؤول عن سلسلة رتب والرواتب. معناتها في فريق هو مسؤول عن عدم اقرار هالشيء، وصار واضح لانه بده انه يمزج سلسلة رواتب القرار بمجلس النواب، قرار يشمل 11 مليار دولار اللي هن ضايعين تا يعملوا الصفقة، وهذا الشيء اللي مش عم يقدروا يحكوا عنه هيئة التنسيق. وهون انا بخطئهم، مش حاطين الخصم المضبوط قدامهم. الخصم المضبوط مش وزير التربية، وزير التربية عنده طلاب بده يفوتوا على الجامعات، شو بيعملوا؟ شو بيعمل؟ أنا بس بدي أعطي مثل صغير. بالزمانات كان الوزير بطرس حرب وزير أشغال بعتقد، وصار في إضراب بالمطار أو حسب ما بذكر، فتحوا مطار الإيعاد مطار رياء تيطروا الركاب لأنه ما فين يقطعوا كمان، ما فيك ضلك شايل البلد أنت مدة من الزمن تعطل أمور الناس بالإضراب تبعك. أوكي في في مجال عيني بفرنسا روتيه هول الكاميونات الكبار عملوا إضراب، ضلوا نهار اثنين تيتي جمعة جمعتين عطلوا كل الاقتصاد الفرنساوي، نزل الجيش فتح الطرقات. يعني في أصول في أمور ما فينا كمان نحنا بغض النظر، مع أكيد تأكيدي أنه على حقوق كل الموظفين الأساتذة وغير الأساتذة، ولكن ما بقدر أنا دفع الطلاب هالمشكلة. وزير التربية ما بيقدر يعمل إلا هيك. إذا أنت عندك ولد هلا بده يفوت على الجامعة، شو بتعمل؟ بتخلي ما يفوت على الجامعة؟ ما بتعطي ورقة؟ لحد أمتين؟ ما بكرة بعد بأيلول بده يفتحوا الجامعات بأوروبا، ما بيصير. يعني هاي التنسيق بدها تفكر كمان إنه في طلاب رح يدفعوا الثمن. وزير التربية ما بيقدر ما يصلح هالشيء. هيدا أول. تاني شغلة مثل ما قلت لك، يروحوا يحكوا مع الناس اللي هي عم تعطل إقرار السلسلة، اللي هي ما بدها تفتح مواضيع الأمناك البحرية لآخره. هيدا موضوع ما قالوا عليه وزير التربية، ونحن كتيار وطن حر من هالموضوع هيدا عم ننطق. بغض النظر كانوا نحن مع إقرار السلسلة أو غدم، أنا مني اقتصادي تعرف أنا مع إقرار ولا عدم إقرار، ولكن أنا مع تأكيد شغلة إنه مش وزير التربية هو مسؤول عن عدم إقرار السلسلة تيجي يتقوص عليه وعلى التلاميذ. مع 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 ملاحظة صغيرة، إذا تلاحظ بكل هالفترة اللي التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح فات على الحكومة وصار بموقع يكون هو بالحكم، ما بيتقوص إلا على وزرائه، إن كان وزير جبران باسيل ولا الوزير لولا صحناوي ولا هلا الوزير نازريان لقصة الكهرباء ولا الوزير. يعني أنا بغض النظر كأنه معهم حق وما حق، ولكن ما بلاحظ ما حدا بيحكي على الأشغال، ما حدا بيحكي عن وزارة الصحة. وما أدراك بقلب شو في بقلب وزارة الصحة من دهاليز، شو في بوزارة الشؤون الاجتماعية، ما حدا بيحكي عن وزارة الأشغال. هذه الجورة اللي امبارح حتى تقول الريبورتاج على التلفزيون، طب هذه مش بصلة مش مهمة، ما شفنا حدا نزل واعترض على هالجورة. ليش دائما بيتعوص على هالمؤسسة هيدي، على هالتكتل هيدا، على هالناس لهودي اللي هني عم بيحاولوا. أنا بدعتي آخر مثل صغير، أوكي، الوزير بطرس حرب شبعنا حكي الإنترنت سريع والانترنت رخيص ويافطات على الطرقات وما بعرف شو. شو طلعت؟ كنا ناخذ 3 دقائق لنعمل داونلود، صرنا ناخذ 6 دقائق. هلا ما بصير هذا، تضحك على الناس حاج بقى نضحك على الناس ونقنعهم. ولسوء الحظ في ناس عم بتشارك بالاعلام تبعهم تتسوق لهم هالشيء. هذا خطا من الناس الموظفين، كل الشعب مفروض يعرف وين الخطا وين المشكله هي. هؤلاء الجماعة اللي بيروحوا يقولوا لا سنيورا، الوزير سنيورا انت عم تعطل اقرار السلسلة، لقولنا حل. ينزلوا عند الرئيس بري يقولوا الرئيس بري نحن مش وزير بلا اسم صاحب. والقصة المياميم الكهرباء ليش خير وزير وزير الطاقة ليه بده يتحمل هو؟ ما في قرار بمجلس النواب كل الكتل السياسية بعيدة ما صوتوا عليه انه في عدد انه مؤسسه كهرباء لبنان هي الوحيده اللي بتملك حق وقرار عدد الموظفين اللي عندها، والقرار اتخذ بمجلس النواب وكلهم صوتوا عليه. شو عدا ما بدا تيرجع يتقوص على هالموضوع هيدا؟ هالموضوع لانه العماد مش العون التيار الوطني الحر مصر على انه يكون في رئيس جمهوريه بالوزن اللي بيسمح له يكون اسمه رئيس جمهوريه، هل هذا مش عم يتقوص عليه بطريقه غير مباشره؟
إذا هذا هو الموضوع نحن رح نضلنا نعرقل، رح نضلنا رافضين أن يكون حيلا رئيس جمهورية يسأل على بعبدة. النار عم تطلع والقواص عم بيطلع على العماد عم من الأشخاص اللي يفترض أنه يكون في تفاهم معهم، أو بالأحرى في تفاهم معهم. فريق الرئيس الحريري شو جوابك؟ بارح كتلة المستقبل هجمت الرئيس عم. بالواقع ما حدا عم يفهم اليوم هل شو موقف الرئيس سعد الحريري. أنا بعرف إذا بدك من اللقاءات اللي صارت بين عماد عون والرئيس حريري وقت كانوا بروما. بيريز. نعم؟ بيريز. بين روما وبيريز. هي صارت طيب يلا أوكي. مشوار حلو. مش مشكلة. عماد عون متأكد إنه الرئيس سعد حريري حابب إنه يكون في بلبنان تاريخ يرجع تاريخ بشار الخوري ورياض الصلح تترجع الوحدة الوطنية والأمن اللبناني إلى محله. ولكن هل الرئيس سعد حريري عنده القدرة أنه يتخطى بعض الناس اللي حواليه والناس اللي معه؟ هذا سؤال كبير، بس أكيد ما في شك أنا بعتبر أن الرئيس سعد حريري عنده النية أنه يقدر يدوب أي مشكلة كانت موجودة بينه وبين تيار وطن الحر. والمشكلة هي مشكلة سياسية منا مشكلة شخصية، لأن نحن اللي بنقلنا أنه في 11 مليار دولار كنا عم نقوس على سياسة مش عم نقوس على أشخاص. هذه ما يخص القواس الثاني اللي اجى امبارح. يعني أنا مع جد بتطلع هيك بصير بضحك. النايب إلي ماروني، النايب جورج عدوان عم يتهمونا أنه نحن مش عم ننزل ننتخب رئيس جمهورية مشان هيك بدهم تمديد لمجلس النيابي. ما انتم مددتوا وقت كان في رئيس جمهورية، مددتوا وقت كان في رئيس جمهورية وكنتوا بدكم تمددوا له كمان لإله. بقى ما يضحكوا علينا، حاج بقى يضحكوا على العالم. انتوا عطلتوا الانتخاب القانون ما يسمى الارثوذكسي. بقى ما حدا يضحك على المسيحية، ما حدا يقول بقى اللي مزبوط بده ينتخب رئيس جمهورية بيجي بيقول طائفة مسيحية. نحن بوضع اليوم المنطقة كلها عم تغلي، المنطقة المسيحية بخطر، ما حدا بقى يتذكر الموضوع هيدا. مفروض نلاقي طريقة ان نحكي مع بعضنا. نحن مسيحية بنقول مين بدنا رئيس جمهورية؟ ما بدهم هن عم بيقولوا خلي المسيحية اتفقوا. طيب المسيحية اذا اتفقوا انه خلينا نعمل انتخابات بين المسيحية ونقرر مين بده الشعب المسيحي، شو المشكلة؟ خلي يكون مين منك عين يكون خير، نحن نرضخ الى هالنتيجة. ما رح تمشي لانه ما بدهم. ما بدهم. انا بدي لك شغلة، بدهم في فريق بلبنان مع احترامي وخليني استعمل هيدي الكلمة لانه ما بحياتنا تعودنا المواربة والنفاق. المسلمين في لبنان بدهم يضلون لهم الكلمة هن باختيار رئيس الجمهورية، نقطع السطر. وهيدا اتفاق الطائف وهيدا جوهر اتفاق الطائف. نحن منعطيك المناصفة لكن ما منعطيك المشاركة. نحن منعطيك العدد ما منعطيك القرار. نحن منعطيك الحكم لكن تبقى السلطة بأيدينا. بتوافق على هالكلام؟ أنت لك يا قبل مرة، أنا من أول ما أنا وعى على انتخابات الرئيس الجمهورية دايما كان في مشكلة، لأنه كان في فريق والفريق السني لأن وقت الفريق الشيعي ما كان أوكي، كان هو مش قابل بسميه المساق الوطني اللي هو رئيس الجمهورية يكون ماروني. تذكر قلت برددها دايما وقت عدنان الحكيم رشح حاله على رئيس الجمهورية وانتخابات رئيس حزب النجاة. رئيس حزب النجاة ذاك الوقت. بس أول مسلم رشح حاله لرئاسة الجمهورية الشيخ محمد الجسر. أوكي. كان رئيس مجلس أنا الواجب. اللي بفيقله هو ب32. بعدين بدي بس أنا أوضح شغلة للنواب المسيحية اللي هن ب 14 أدار اللي هن عم بيقوصوا علينا أن نحن عم نعطي انتخابات الجمهورية، إنه دائما نزلوا تحت وانتخبوا رئيس. طيب البطرة كمان نزلوا تحت وانتخبوا رئيس. طيب نزلنا لتحت أوكي، بعده الوزير وليد جنبلاط بد ملقط نهار حلو، بعده 14 أدار ملقطين بسمير جعجع. طيب شو بدهم يعني؟ كيف رح يصير في انتخاب؟ كيف بصير في انتخاب؟ أنا بدي رجعك شوي لأن عم بيقولوا انتخابات سليمان الفرنجية وليد السركيس كانت ديمقراطية. يا حبيبي بهداك الوقت وقت انتخابات شارل حلو كان ديمقراطية كثير، صار سحب فرودي بقلب المجلس شوي أخي. بدي اعتبر هيك نايم. بس ما كان البلد مقسوم سياسيا بهالشكل هيدا. كان في حلف وكان في نهج، كان كل المسيحية والإسلام بالحلف وكل المسيحية والإسلام بالنهج. صحيح. فإذا كان انتخابات بين فريقين متكافئين
اليوم الانتخابات الرئاسية للرئاسة الجمهورية منا بين أفرقاء متكافئين، لأنه فيها السني عنده رأي والدرزي عنده رأي والشيعي عنده رأي والمسيحي مقسومين برأيهم. منك أنت بقص بديمقراطية فريقين ما عندهم أي تطرف طائفة، بعد ما يقارنونا اليوم انتخابات نلبس من البطرق غبطة البطرق لا أقل واحد، ما حدا يقول لنا نزلوا انتخبوا. خلينا ننتخب ساعة بيكون في فريقين مقابل بعضهم متكافئين بالطائفة، متكافئين بالعدد النواب اللي انتخبوا بقانون عادل. بقى أرجوك لازم الناس والشعب اللبناني يفهم، وهذه اليافطات على الطرقال على الطرقات اللي بده رئيس بينزل على المجلس يا اخي انزلنا على المجلس. وخبطة البطرك قالها بأحد اللقاءات، قال له لا المستقبل انتم ما بدكم تنتخبوا رئيس، لأنه لو بدكم تنتخبوا رئيس كنتوا سحبتوا ترشيح سمير جعجع، وانتوا رسحتوا سمير جعجع تتحطوه بمواجهة العباد مش العون. وقال له كمان للشيعة نفس الشيء، قالوا له لا نحن بدنا بنهيك. السيد حسن نصر الله أطلق جهارا هالمرة، نحن ومرشحنا العماد مش العون، وقال لهم إياها بالفم من الآن، قال له إياها بالفم من الآن لا الوزير وليد البلاط. بس أنا في عندي سؤال، امبارح سمير جعجع بالمؤتمر الصحافي يلي بيعملوا عادة من بعد كل جلسة في مجلس نواب لانتخاب الرئيس، امبارح بعد الجلسة العاشرة بمرق جملة بدي منك جواب عليها أو إذا بتعرف، بيقول إنه سيدنا البطريرك الراعي ما قدر أنع العماد عون بسحب ترشيحه، بتكون هلأ الرئيس الحريري يقدر يقنعه للعماد عون بسحب ترشيحه؟ سؤالي لألك، أمتين البطريرك الراعي حاول إقناع العماد عون بسحب ترشيحه؟ أكيد ولا مرة، بقدر أكد لك غبطة البطريرك وهذه تأكيد يعني لأنه كان حديث قدامي، ولا مرة طلب من حدا يسحب ترشيحه. كل همه كان غبطة البطريرك، وبقول لك إياها بال علنا ما نصر لأنه حكينا أوكي. أنه خايف أنه يكون الأفرقاء كلهم سنة وشيعة ودروز عم بأخروا وصول رئيس جمهورية مسيحي لآخر رئيس جمهورية بالشرق الأوسط، هيدا اللي خايف منه البطرك. مشان هيك غبطة البطرك ما بده أشخاص، ما عنده مفاضلة بين أشخاص، همه الوحيد أنه هل يا ترى هل رح يبقى لإلنا رئيس جمهورية مسيحي بهالشرق بهالجو اللي احنا فيه. من هالمنطلق كانت مبادرة العماد عون، يا اخي مش عم تقولوا انتو خلي المسيحية يتفقوا المسيحية يتفقوا؟ طيب كيف بدك المسيحية يتفقوا؟ بيتفقوا بانتخاب ديمقراطي داخلهم، تعوا يا مسيحية يقولوا لهم اذا بدكم مزبوط يا سنة يا شيعة ويا دروز رئيس مسيحي قوي، طيب مزبوط يكون عم تقولوه بالاعلام انه مزبوط بدكم رئيس، تقول يا مسيحية اعملوا بين بعضكم انتخابات شوفوا مين الأقوى بيناتكم يطلع ونحن مستعدين نمشي فيه. ما بتجي بتعلقهم بعض من المسيحية، بتاخد فريق بتاخد فريق تاني. رح ناخد أول بريك دكتور جزرة، بنرجع بعدها لمتابعة حوار اليوم مع الدكتور شار جزرة عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر. أهلا بكم مجددا في حوار اليوم، وأهلا بالدكتور شارل جزرة عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر. دكتور جزرة، أنت بتعتقد أنه الفريق الآخر يعني الرئيس سعد الحريري بالرغم من النيات الطيبة والاستعدادات الإيجابية، هو قال كلام من يومين ثلاثة كلام طيب، قال نحن منريد الاستمرار في العلاقة والتعاون مع العماد عون بغض النظر عن كل النتائج التي يمكن أن تحصل على أي مستوى، يعني بركي على الرئاسة إذا صار ما صار شو ما صار نحن بدنا نستمر بالتعاون، لأنه هذا بفيد لبنان بفيد الوضع الداخلي والاستقرار. طيب هيدي يعني ما بتتقرش بقى في المجال الأوسع يلي هو أنا صار عندي شك صار عندي شك من وقت ما زار الوزير وليد جنبلاط رئيس سعد الحريري. قبل بيومين الوزير جنبلاط وقت طلع عند العماد عون وحتى يمكن بعلي أو بحد اللقاءات بجولة بعلي نهار الأحد، لازم نحن نقدر ننتخب رئيس جمهورية ولازم نتعاون مع العماد عون نعمل لقاءات
عيب علينا ما نقدر ننتخب رئيس جمهورية. لما طلع من عند رئيس سعد حريري قال نحن مصرين على ترشيح النائب هاري لحود مع محبتي هاري حلو هاري حلو باردون مع محبتي وصداقتي مع النائب هاري حلو. بس الوزير جنبلاط أصر انه بعده عنده مرشح. معناتها شو؟ معناتها رجعت القصة وقفت بمحل معين. انتخابات رئيس الجمهورية أردناها نحن تكون انتخابات داخلية، وأن هالمنطلق أراد العماد عاون يشرك كل اللبنانية مش الخارج بانتخابات رئيس الجمهورية تقوص عليه. يعني شو أسهل؟ شو أسهل؟ تعدي القانون تجيب رئيس جمهورية ما قاله حق يكون رئيس جمهورية بالقانون، من أنه تعدي القانون تتخلي مشاركة كل الشعب اللبناني بقرار ينتخبوا رئيسهم؟ أيها فيها مخاطرة أكثر. هل تعديل القانون، هل الدستور، هل تأمين النصاب اللي عجبني امبارح نائب جورج عدوان عن جد هيك خرج قال لهم ايه بس نحن اذا كان في دعوة لتمديد ما فينا نقاطع مجلس النواب، حنشارك ما قال بنمدد، قال حنشارك في الجلسة. طب تنشوف بكرة اوكي بس انا عم بقول شو اوكي حنشارك بالجلسة. لا لك شارك بالجلسة، روح انزل كمسيحي قول يا عمي في شيء خطأ، في تمثيل مسيحي خاطئ غلط، بدنا نعمل قانون يمثل مسيحية. شو مثلا مدد مدد وبعدها. طب خليني اسألك، في حلف رباعي رجع هلأ الرسم من أول وجديد، هالحلف الرباعي هو وراء التمديد وصارت واضحة القصة، بس يطلع نقول فتوش نائب نقول فتوش يحكي يعني خضي الأمر، رئيس بري من جمعتين ثلاثة شو رئيس بري قال واحدا يحكيني بالتمديد هلأ، يعني إنه هلأ ما حدا يحكيني بالتمديد بركي بعدين، جينا على البعدين هلأ جينا على البعدين، بس نائب نقول فتوش يقدم اقتراح قانون قضي الأمر. مين طلب منه دخله بقى؟ من يومين رينا إنه الرئيس ربي بري رفض انه النائب فتوش يعني يقدم، هلا سمح له رجع يقدم هلا قدمه وكل إيه طيب. من يومين كان في اتفاق رباعي على التمديد، في اتفاق رباعي، في اتفاق عالمي، في اتفاق اقليمي، اوكي في تسويات بدها تحصل، ونحن كنا عم نجرب نهرب من هالتسويات تنقدر يكون لنا كلمه نحن داخل وطننا، ولكن لسوء الحظ بدهم يرجعوا دائما يحملونا. بس ارجع اذكرك الاتفاق على التمديد صار بين بري حزب الله الحريري جملات يقال انه عرض الفكره على السيد حسن، لم يبدي السيد حسن بركي ما قال قبول، لكن اذا كان الظرف بيقول انه تمديد رئيس بري بيمشي، رئيس الحريري حتى روح جملات عند الحريري كمان العلاقه بالتمديد، يعني بنعمل تمديد وبعدين بنتفق. هيدا الكلام هلا اللي عم بينقال، نعمل التمديد وبنتفق بعدين على رئاسة الجمهورية على الحكومة المقبلة على التعيينات على قائد الجيش الجديد، توافق على هالكلام؟ ما بتوافق تفنيس ايه هيدا سألوا مدد هلا اللجنة شو عامل؟ سنة خلم هلا في ولاية تانية شو عامل؟ عفوا بدو يستكمل الولاية التانية، طلع له النواب ولاية جديدة هلا يعني هلا من دون انتخابات هلا يعني صاروا بيعملوا هلا؟ صاروا بيعملوا قانون هلا؟ رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور فلوا ما عمل قانون جديد شو عامل؟ حيجي يضحكوا علينا مرة الماضي أكلوا بالبندورة أوكي؟ من عادي نوابنا يعني بس حطوا كمان اللي زادت البندورة حطوا نوابنا كمان أوكي؟ أنا الرئيس سنيورة قال كلنا بدنا ناكل راس البندورة صحتين يعني لا إنه كلنا بدنا نمدد بس مشكلتك إنه بدنا يوما ما يجوا الناس ينتخبوا مزبوط محل ما لازم ينتخبوا كيف بده يتم التمديد من دون موافقة المسيحيين؟ هل يخرق الموقف المسيحي مثل العادي مثل ما صار بالأرثوذكسي؟ يعني التمديد ما بيكون ميثاقي إذا لم يؤمن له الغطاء من قبل المسيحيين لحديت هلا العماد عون رافض القوات قايلين نحن ما بدنا والكتائب وترس حربها امبارح نائب إلي ماروني امبارح بح صوته هو يقول نحن بنرفض التمديد كمان بيرجعوا بيمشوا بالتمديد تنشوف والقوات ما بدهم تمديد وما بيمشي التمديد الا بغطاء مسيحي ما بدي اتكهن هل الخارق رح يكون من التيار يعني ما رح
يعني التيار رح يضلوا على كلمته. لكن احنا رح نمدد هالمرة لكن. لا لا عم بحكيك. ما بعرف خي تنشوف. كيف بتعرف صار لك ساعتين تحكيني باسم التيار هلا. خي انا التيار مش رح يمدد مش هيمضى. اوكي قلي ما وقفنا واضح ليش بدنا نرجع نعمل. هلا الباقيين اللي عم بيقولوا ما بدنا نعمل تمديد رح يضلوا على كلمتهم. اوكي يعني التيار بيع على كلمة. معلش جورج انا وياك تعرفنا على بعضنا بلور رح نخبر نكتة هلا معلش على يلا ايه حلو يلا. ايه بالزمانات في واحد شيوعي بفرنسا ربح لوتو ربح كذا مليون اورو اوكي بعته وراه على التلفزيون قالوا له انت هلا ربحت الجائزه الكبرى انت شيوعي مش مفروض يكون معك مصاري بقى هلا شو بدك تعمل بالمصريات قالوا له موا كومونيست جيتي كومونيست بقى هودي جماعه هلا بقول لك تمديد بكره اذا بتساله انا احكي بالتمديد كنت احكي بالتمديد حش يضحكوا على العالم يوقفوا وقز مزبوط اليوم المسيحية بخطر بالمنطقة عم في فرصة كانت باللقاء بقانون اللقاء الارثوذكسي رفضوا كان في فرصة هلا في فرصة انه يرجع ينتخبوا الرئيس القوي كمان عم يطيروه في عم بقول لك في نوع من مؤامرة على القرار المسيحي وهو الإحصاءات اللي بتنزل بالجرايد إنه فلين أقوى من الجنرال وفلين أقل من الجنرال في بعض ما بنعرف كيف تتركب يعني معلش بعد ما يكون في إحصاءات خلي فوق انتخاب من الشعب هيك بتعرف على المظبوط مين بده الشعب مظبوط ليش بدك تاخد العينية من ألف والله الفلين أخذ هالقد بالمية أكثر من ده ما بدنا نكمل الحكي بعضنا هيدي مؤامرة لتسكير الطريق على وصول العماد بشيل عون هل بعض العماد عون على ترشحه غير المعلن أم بيرضى بأنه يتحول إلى ناخب أول ناخب رئيسي بتسوية بيرجع بيكون عنده مروني أكثر العماد عون يسأل هو بس أنا بقول لك شو بعرف العماد عون ما بده بقى يكون كينج ميكر ما بده بقى يكون صانع صانع الملوك صانع ما بده خي ما بده يا خي قال روح انتخبوا خي شو بدكم فيي انا مش لازم انتخبوا بدكم ايه وانا اللي بيكون رئيس انا اقدم له الاحتراف لن يكرر قصه 2002 خلصنا بقى صار ايه لن يلدغ من الجحر مره ثانيه صار ايه اكثر من مره بقى ليش عم تتعبوا يا خي جيبوا قادرين تنتخبوا رئيس روح انتخبوا رئيس يا خي عماد مش نعاون هو ما رح يسال الجلسه في عندكم 127 الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه طيب ما كان حال يمكن يصير في انتخابات اذا تمدد بده يصير في انتخابات لما اكيد بده يصير في انتخابات بس يتمدد للمجلس يصير انتخابات ومرشح التيار الوطني الحر استاذ امل ابو زيد مش هيك هذا رايك لا هذا مش رايي هذا معلومات وانا اكيد منها احنا صديقنا نحن بهالموضوع ما في نحن نحن من اي الموضوع في معلومات استاذ امل ابو زيد باذن الله هو نحن من اي مرشح التيار الوطني الحر لا ما عجزين وانت كمان هلا لا عمرون بعدين بعيد الشر عنه موجودين طيب خليني أسألك هل العماد عون بعده مصر على الرئيس القوي أم الوفائي أم يمكن توافقي يعني إذا قالوا له عمول توافقي بيقبل مثل ما عم بيقول رئيس الحريري هلأ أحكي مع المسيحيين سألته مرة للجنرال عون الجنرال عندك القدرة إذا عملت شوية اتصالات توصل لل 65 نايب ليش ما بتعملها إذا عم يتحدوك لهالقد يعني قال لي شو بدي ضل كل حياتي راضي الفريق المصري الوطني يعني الجنرال عون ما بده يعمل رئيس جمهورية يضل تحت رحمة حدا ويضل عم يراضي خواطر حدا بده يكون رئيس قادر يحكي مع كل الناس اوكي مش كلهم توافقوا عليه قادر يحكي مع كل الناس يعني اليوم الرئيس سليمان اجى بتوافق ولكن لم يكن وفاقي بالاخر لانه اخذ طرف ما قدر جمع الناس العماد اللي عاون اليوم قدر وهيدي ثبتت واعترفوا فيها التيار المستقبل انه العماد عاون بتشكيل الحكومة قدر يكون يحكي مع كل الافرقاء وجمع الافرقاء طيب بس اني مش هن اجتمعوا تقرروا عليه ايه دكتور جزر بس في كلام انه اخذوا منه الحكومة وما اعطيوا الرئاسة هذا موضوع من ما خلص طيب ما خلص بس انه في كلام انه رئيس سعد الحريري قدر عمل حكومه وله فيها وزن بارز ووزارات حساسه
وأماكن كتير قوية، بينما العماد عون لم يحصل على رئاسة في المقابل، وأكيد أخذ وزارتين مهمتين، لكن مش بأهمية وزارة الداخلية وأهمية وزارة العدل. وزير الدفاع بالنهاية الأستاذ سمير مقبل، مهندس سمير مقبل، منه تيار وطني حر ولنه حزب الله ولنه شيء، محسوب على الرئيس سليمان، ويعني محسوب على الفريق يلي هلأ قريب ل 14 أدار، يعني حكومة 14 أدارها مزبوط ولا لا؟ يا سيجور بدنا ما ننسى انه الرئيس سعد الحريري يمثل دوله اقليميه كمان، عدا عن انه هو يمثل السنه بلبنان، ما بدنا نهرب. في شغله معادله صغيره امبارح نحكى فيها كنا بالرابيه، نحن عندنا معلومات انه ايران بما يخص الملف اللبناني ترك الصلاحيه المطلقه للسيد حسن نصر الله انه هو يتصرف، أي قال له بالملف اللبناني الداخلي، مش عم بحكيك أنا بالصراع بسوريا أو لا. وهيك مبين. أما الرئيس سعد الحريري قد لا يكون عنده نفس حرية التحرك، بده ياخد تعليمات ومشاورات مع فريق السعودية، واليوم سافر على السعودية يمكن طيطلعنا على الموضوع هذا بقى. هلأ بدنا ننطر تيرجع. هلا هو يعني اساس راح بخصوص الهبه يا خيي، 500 مليون تقول لك بس كيف الكلام عن توزيع الهبه هيك مره نص دقيقه، 500 مليون دولار هي مليار، ما عم بقول لك شو انا جايبه من عندي، ما جبناه من جريدتي، 500 مليون دولار للجيش، 400 مليون دولار لقوى الامن الداخلي، جيش 60-70 ألف، هو اللي بقاتل على الارض، هو اللي بيعمل كل شيء، نص مليار، 400 مليون لقوى الامن الداخلي وحصه اكبر لفرع المعلومات، وكلام عن المئة مليون الباقي للأمن العام، وما في شيء لأمن الدولي وما في شيء للباقيين، طلعوا برا هيك الكلام. هلا في ناس بيقولوا إنه الجيش نص الهبة ونص حصة الجيش للقوى الأمن ونص حصة قوى الأمن للأمن العام ونص حصة الأمن العام للأمن مثل ماتروشكا مثل شو اسمه راشن ماذر، صارت هاي العلبة بقلب العلبة بقلب العلبة. شيء مؤسف. امبارح عم بقرأ، انت برايك ها هي ما بعرف، عم بقرا بجريده سفير امبارح انه بالهبه 3 مليار في مستشفى ب 400 مليون دولار. عم شو حساب باتريير سنه، بتعرف قديش كلف مستشفى مال يوسف جديد يلي من اول من عادش من عاد حق الارض يمكن، اوكي، كلف 35 مليون دولار باحدث المعدات باحدث عمار بجرانيت على الحيطان، كلف 35 مليون دولار. بدك انا بدك تعمل مستشفى خدمه للجيش محترم 400 مليون دولار، يعني في سرقه معلوم مثل حبس رومي. ما خلص خلص بقى، كفينا بقى سرقه، ما عم ببلشوا هلا بس ما بقول لنوصل ليه مصلي عليه ببلش هلا بلشوا بس ذاك الرئيس الحريري شو قال؟ قال السعوديه عطتنا الكلفوني اعلن عن المليار دولار لانه هبه 3 مليارات بدها سنتين ثلاثه، يعني خلص راحت طيب. كل الكلام عن هبة 3 مليارات كله سوا طلع طفنيسة كبيرة، كذبة كبيرة قصة 3 مليارات يبدو، ما هيك؟ بدها سنتين ثلاثة، ليه بدها سنتين ثلاثة؟ ما صار له سنة وبدها سنتين ثلاثة بعد 4 سنين، يعني بيكون الجيش خد له شي 6000 معركة بعد وراح له عشرات ومئات الشهداء قبل ما يساعدوا. لك بمجرد يعني بغض النظر عن السياسة السعودية وعلاقتي، أنا علاقتي كتير كتير منيحة مع السعودية، مع أطباء سعوديين وعندنا مؤتمرات مشتركة سوا، لكن بس سؤال، شو بدأ من الجيش اللبناني السعودية؟ بدأ يحارب حزب الله بركي، أو بالأحرى لأنه انتبه الهبة شو بتقول، الرئيس الحريري شو بيقول، ملاحقة المسلحين في أي مكان في لبنان. ما عرفتيه؟ بدي أعطيك شغلة صغيرة، لأنه جيش بده يلحق المسلحين مش قوى الأمن الداخلي اللي هي مسؤولة عن الأمن في قلب لبنان. جورج سيجور بال75 بمجلة الحوادث كتب مقال المرحوم سليم اللوزي بيذكر فيه كل اللي عم بيصير بالمنطقة اليوم العربية وشرق الأوسط، كله كان مكتوب، وبيطرح سؤال بالمقال على صحافة أجنبي بيقول له قديش بتتصور الحرب رح تضلها بلبنان؟ قال له أكتر من 20 سنة. قال له ليش؟ قال له من كمية السلاح اللي مباعت للبنان. صحيح، هيك كانوا الأستاذ كريم بكردون. أوكي. اليوم السلاح السعودي ضد مين؟ قالوا قولوا إيران، والسلاح الإيراني
ضد العراق كان بالماضي. يعني الموضوع إذا ما في حروب تجار السلاح ما رح يبيعوا. بقى خلينا شوي نطلع أبعد شوي. السعودية إذا بدها الجيش اللبناني يحارب إسرائيل نحن بننزل بنقدم لها كل الطاعة وكل الشكر. إذا بدها تحارب حزب الله نحن ضد. والعماد عون كان ممكن يعمل رئيس جمهورية لو أخذ موقف معادي لحزب الله. بس كمان السعودية بدها هيدا السلاح يساعد الجيش لمحاربة الإرهاب تنكون منصفين وعادلين. هيدي هلا شو ما نقول إنه هيدي هلا سكروا كلمة الإرهاب. بس وقت حكيوا بثلاثة مليار ما كان في رئاسة إرهاب. كان في رئيس سليمان عم يحكي معهم. ورئيس سليمان كان عارف كان في مشروع التمديد. حبيب إيه؟ سقط مشروع التمديد راحوا 3 مليار دولار. أوكي بس لأنه كان رئيس سليمان عم بياخذ موقف معادي كليا. يعني في هدف سياسي أيضا لهالمليار. رئاسة الحكومة. شو بدك علينا انا هلا مع شو بدي علك انا بعلك عاوزك ايه شو بدي بالشغله خي مليار خي مش حيجي مليار رح يجي مليار ما رح يجي انت برايك ما رح يجوا المليار بكره بيصرفوا في هيك وخلص مليار ما في مليار خي السلاح شالي هذا موقف تيق يعني هسمع لا 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 ما في شخص سمعتوا هالكلام امبارح من الجنرال لا 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 بترجيك ما في يعني. طيب خلص عم بسالك يا عمي انا شو بزازره بترجيك تحمل مسؤوليه الكلمه طيب انا عم اقول خايف انه ما يجوا المليارات ما يجوا المليارات مثل ما خايف انه يصير التمديد رغم انه نحن ما بدنا التمديد نحن ضد التمديد بس بصير التمديد بس انا بدي لك شغله العماد عون اللي هذيك اخر كلمه يمكن اذا بدك تختم لا ما راح اختم معنا وقت معنا وقت ما تعطى الهم بعد معنا وقت العماد عون اللي اخذهم حنا بتاخذهم انت اللي اخذ اللي اخذ موقف وحده مع حزب الله سوريا وايران لما كان كل العالم ضدهم الشخص هيدا ما رح يتنازل بسهولة عن ما يمكن أن يكون حل لرئاسة الجمهورية بلبنان ولموقع رئيس الجمهورية بلبنان مش هيتغير مشاكس؟ ايه بدي منك جواب أيضا على اللي قاله النائب إلي كيروز مبارح بيقول إلي كيروز النائب إلي كيروز عماد عون يطالب بالتنسيق مع النظام السوري لمواجهة قضية عرسال أو تداعياتها هذا نموذج عما يمكن أن يفعله هذا الرجل في حال وصل إلى رئاسة الجمهورية تعاون مع النظام السوري بعد بيمروا أحدا هاو حبيب نحن وقت عدينا النظام السوري كان في ناس مثل إلي كيروز عم بأوصوا بالمدفعية عب عبدة وقت اللي نحن عملنا سلم مع النظام السوري ما حدا بيقدر يكون له علينا شيء. بدي لك شغله. النظام السوري عمل بلبنان امن ما عمل سلم. نحن اليوم حربنا الجيش السوري لانه ما كان بدنا اياه بس يعمل امن، بدنا كان بده يعمل سلم ويجمع اللبنانيه، ما عمله. بس لما ظهر الجيش السوري نحن مصرين انه يكون عندنا عليه او هذا صرنا راجعين اكثر من مره الناس تعبوا من هالحديث هذا. فما حدا يسمح لنا يسمحوا لنا النائب الكروز وغيره نحن بكل فخر ومرتاحين وضميرنا كتير مرتاح انه مدينا ايدنا للنظام السوري واستقبال النظام السوري اللي قالنا وطرحنا على حلب اكبر دليل على الخطر يلي جاي على مرمرون صحيح اكتر دليل على الرؤية اللي كان اخذها العماد مشعل عون انه ليك يا جماعة هالمشرق العرق المشرق المسيحي الشرق المسيحي مهدد هل صحيح انه المسلحين دمروا رجعوا كل ما بني في براد اشياء جديده ما بعرف بتصور هيك هيك انحكى لا انه قصدي ما عندي معلومات شخصيه يعني كل اللي انبنى من بعدها رجع راح نعم هذا الموضوع للاسف للاسف بقى الرؤيه هيدي كان عنده اياها العماد عون وترح على النظام السوري والنظام السوري فتح طريق وعمر كنيسه وقدم كل الارض عشان يعمر رجع يعني المنطقه رجع اعاد احياء بقى ما بدنا كمان هلا اوكي الجيش السوري اخطا بلبنان يمكن كمان احنا اخطانا معه ببعض مراحل من الوجود بلبنان بقى خلينا بقى ننسى هالموضوع حاج بقى نبيع اللبنانيه حكي سوري وما سوري وسوري ونحن بنعرف مين راح حز السوري وحفظ اسد وقت اللي مات ابنه اوكي ودفش تيوصل بقى حاج يضحكوا علينا بقى ولو لك حاج يضحكوا علينا حاج يضحكوا على العالم بقى هل أثرت معركة عرسال على حظوظ العماد أهوجي سلبا أم إيجابا في رئاسة الجمهورية؟ هذا رأي شخصي عم بسألك هلا مش التكتل. ما فضل قلت لك ما عندي المعطيات اللي قلت لك إذا كان في تقصير
لازم يكون في جهة تحاسب هالجهة. إذا ما في تقصير أوكي، معناتها أنه الجيش ما عنده السلاح الكافي، بده سلاح، ليش ما عم بيسلحوا؟ ليش ما عم بيسلحوا؟ بارح الأستاذ إبراهيم كنعان قال جملة كتير قاسية، قال بدنا نشوف مين المرجعية المسؤولة عما حصل، اللي صار بعرسال، انه ويني المرجعية، مين المرجعية؟ ما بنعرف مين المرجعية، ولو ما بيعرف المرجعية مين هي، تكتل مش قيادة الجيش المرجعية. لا لا، بارح الكلام تم الإيحاء به وكأنه طعن بقيادة الجيش وطعن بمرجعيتها للجيش، هل صحيح هذا الإيحاء؟ الجيش مفروض يعمل هو تحقيق، هو بينه بالأول شي ضمنا، وإذا كان في نواب مفروض كمان يسألوا الجيش ويعملوا تحقيق، يمكن يكون يمكن يكونوا يوصلوا لنتيجة إيجابية. عنده شو هذا على الأرض؟ بدك تسأل الدماء، في شو الدماء؟ خيال بس كيف راحوا هذيك الجماعة مسلحين؟ آه الشق الثاني حلال، لأنه في شو هذا؟ شو عم نحكي بالشو هذا؟ طيب. إحنا نقدم إنه الجيش يعني إحنا عم نحكي كيف راحوا المسلحين، ما كانوا لقطينه بالمخفر، كيف راحوا؟ كيف في شغلة أكيد يا أستاذ جورج، يعني خلي الناس برا تفهم أو تسأل، هذيك مسؤوليتك ولا أمن. كيف ممكن علماء أشخاص لبنانية قاعدين بشتورة وبزحلة بيقدروا يتواصلوا مع مسلحين إرهابيين ويقولوا هني ما أنا علاقة فيهم؟ طب كيف يعني؟ أنا ما بفهم. بس هو تم تفويضه من الحكومة اللبنانية يا خي عال، اليوم إذا بدي فوضك أنت مش لأنه قدر تحكي معه؟ مزبوط، يعني الحكومة بدها هيك، يعني في علاقة أنت وياه، الحكومة بدها هيك لك خي عام، حكومه يعني حكومه سياسيه كلها سوا بما فيها مسيحيه ومسلمه، شو ما نحط على رئيس الحكومه لوحده. بس هو بس في شغله انا بسال، انا عم بسال الناس، عم بسال الناس اللي هلا هي عم تطلع فينا وتقول كيف ممكن اشخاص لبنانيه عفوا كيف ممكن اشخاص لبنانيه بيقدروا يحكوا مع مسلحين هاجمين على لبنان من سوريا تيحاربوا الجيش اللبناني؟ شو العلاقة بيناتهم؟ حدا سأل؟ بنا عم يحكي لهذا الرئيس بلدية عرسال انه عمل لها بأقل أضرار؟ شو أقل أضرار يعني؟ كذا عسكري استشهدوا، مش مثل بقى غيرهم قتل، استشهدوا. نحن واحد بفوت بيموت بأكسان سيارة بيعملوا شهيد، 16 عسكري، أحد وزراء وزير دفاع بيقول قتلوا؟ كلمة أخيرة قبل ما نختم. كلمة أخيرة، نحن بتيار وطن الحر مصرين على أنه يكون عنا سلم وتفاهم بين كل الكتل النيابية بلبنان تنوصل لرئيس الجمهورية القوي. إذا تعذر التفاهم داخل مجلس النواب حسب النظام والقانون والدستور اللبناني، نحن مصرين وما عنا خجل نرجع نطرح تعديل الدستور بمحل معين كي ينتخب الرئيس اللبناني، رئيس المجلس اللبناني من الشعب مباشرة، وفليكن من يريد الشعب اللبناني انه يكون رئيس جمهورية يجي. انا بدي اشكرك دكتور شارل جاسر، اهلا وسهلا فيك على الحلقة الحلوة، وبعتقد انه كمان مشاهدينا لقيت استحسان دايما معك، شكرا لك استحسان وشعبيتك عالية. شكرا لك دكتور شارل جاسر، اهلا وسهلا فيك، عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر. شكرا مشاهدينا الكرام، والى اللقاء بحلقة جديدة يلي بهمه يتابع حوار اليوم. بكرة ضيفنا بكرة الدكتور فؤاد ابو ناظر، القائد السابق للقوات اللبنانية والرئيس السابق أيضا لجبهة الحرية، ضيفنا بكرة بحوار اليوم دكتور فؤاد أبو ناظر. الله معكم.